من ضمن الاخبار كمان، وحمدي فتحي مستر فايلر بيطمن عليه، اكيد اكيد في حاله حزن عند الجهاز الفني لما يكون عندك لعيب بقيمه حمدي فتحي وبيغيب عنك خلال الفتره اللي جايه، فتره ممكن تبقى طويله 3 4 شهور لسه ما تحددتش المده، لكن في كل الاحوال هو لعيب مهم جدا في نص ملعب النادي الاهلي، فاكيد الجهاز الفني ومستر فايلر عندهم حزن يعني من الاصابه، لكن ده شيء وارد بتواجهه في اي وقت من الاوقات بيحصل يعني. فهو الراجل بيتابع وبيطمن على حمدي فتحي ويشوف تطورات الاصابه ايه والاجراءات خلال الفتره الجايه هتكون ازاي، والمتابعه دي كانت من خلال الجهاز الطبي الدكتور خالد محمود والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. واحنا عارفين ان حمدي فتحي كان اتصاب في مران المنتخب اول امبارح، ان شاء الله يعود سريعا وبالف سلامه باذن الله. كمان في نفس السياق الاهلي بيبدا انهاء اجراءات السفر الخاصه بحمدي فتحي لالمانيا، وهو هيسافر هناك عشان يعمل الجراحه بعد القطع في غضروف الركبه، وان شاء الله الاجراءات تخلص بسرعه، الترتيبات كلها بتحصل خلال الساعات الحاليه، وباذن الله تكون جراحه ناجحه ويرجع سريعا حمدي فتحي للملاعب. في رساله من حمدي فتحي لجمهور النادي الاهلي نروح نشوفها، يلا. شكر جمهور النادي الاهلي طبعا انهم واقفين جنبي الفتره اللي فاتت كلها يعني، مش حتى بعد ما اتصبت يعني، هم دلوقتي كمان واقفين جنبي اكتر، واوعدكم ان شاء الله ان انا هرجع اقوى واحسن من الاول يعني ان شاء الله. يعني هو عنده حماس كبير جدا ومؤمن بقضاء ربنا، الاصابه ممكن تكون عطلته شويه لان هو كان في التوب في الحياه، التوب فورم بتاعه، لكن لعيب راجل وقوي جدا في الملعب، وان شاء الله باصرار وعزيمه كبيره يقدر يرجع للتدريبات ومن ثم المباريات مع النادي الاهلي. نتمنى له كل السلامه باذن الله تعالى.